الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نسعد كثيرا بأن نستضيف فيه بجميع لقاءاته فضيلة الشيخ معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذه الحلقة وبدايتها أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم، فحياكم الله معالي الشيخ. الله يسلمك، أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. حلقتنا هذه بإذن الله عز وجل ستكون عن أحكام زينة المرأة. أكرر ترحيبي بكم وبضيفنا الكريم، وأتساءل مع معالي الشيخ في بداية هذه الحلقة قبل أن ندخل إلى جزئيات حلقتنا إلى تفاصيل مسائلها عن الأصل الشرعي لزينة المرأة من خلال النصوص الشرعية الواردة من الكتاب أو من السنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، المراد بزينة المرأة كل أمر يدعو الناظرين إلى المرأة إلى الإعجاب بها واستحسان منظرها. والأصل في الشريعة أن زينة المرأة على الإباحة أو الاستحباب، هذا هو الأصل وهو القاعدة العامة والحكم العام الذي تدور عليه أحكام زينة النساء. ويدل على هذا عدد من النصوص الشرعية سواء في القرآن أو في السنة، منها قوله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذا يدل على أن الأصل في الزينة هو الإباحة. ويدل عليه قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. زينة اسم جنس مضافة إلى معرفة فتفيد العموم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالسنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الكبر وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فليخبر أهله ولا يطرقهم طروقا. ثم بين العلة في ذلك، وهو أن تستحد المغيبة وأن تمتشط الشعثة. فدل هذا على أن الزينة مما يرغب فيها الشرع. ويدل على هذا أيضا أن الشرع قد جاء بإباحة لبس الحلي، قال جل وعلا: ومن ينشأ في الحلية، فهذا دليل على جواز التزين. وهكذا النصوص كثيرة المتعلقة بالزينة ترغب فيها وتحث عليها أو تبيحها على أقل الدرجات. هذه القاعدة العامة والأصل العام فيما يتعلق بالزينة، إلا أنه قد توجد هناك حالات استثنائية لعدم وجود بعض الشروط الشرعية المتعلقة بالزينة، أو لكون ذلك مؤقتا بوقت محدد لأغراض وحكم خاصة. لعل سيرت بيان وفك الخير وإياكم. شيخ سعد، من خلال النصوص الشرعية التي ذكرتموها وإباحة زينة المرأة، لا شك أن الأمر ليس على إطلاق، إن هناك بعض الضوابط الشرعية التي وضعها الشارع لمثل هذا الموضوع. إذا أذنتم لي أن نحدد بعض الضوابط الشرعية لزينة المرأة. هناك العديد من الضوابط التي جاءت بها الشريعة. الأصل كما تقرر هو الإباحة والجواز، لكن تلك الإباحة وذلك الجواز مقيد بعدد من الضوابط. من تلك الضوابط أن لا يكون ذلك مشتملا على تشبه بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتخذ من الزينة ما تكون شبيهة بالرجال بسبب تلك الزينة. فإنه قد ورد في الحديث في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فهذا يدل على أنه لابد أن تكون تلك الزينة مما يختص بالنساء، ولا يجوز للمرأة أن تلبس أمرا متعلقا بالرجال أو من زينة الرجال، سواء كان هذا فيما يتعلق باللباس أو غير اللباس من أنواع الزينة.
الضابط الثاني ألا يكون على المرأة ضرر، فإن كانت المرأة تتضرر بتلك الزينة فإنه حينئذ لا يحق لها أن تستخدم تلك الزينة، لأن الشريعة قد نهت عن إضرار الإنسان بنفسه. يقول جل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الضابط الثالث من ضوابط الزينة ألا تكون محتوية على غش وتدليس، كما لو تزينت أمام الزوج بما فيه أمام الخاطب بما يحتوي على غشه وتدليسه، فلا شك أنه حينئذ يمنع من مثل تلك الزينة في ذلك الوقت. كذلك لا بد أن تكون تلك الزينة غير محتوية على نجاسة، فلو قدر أن نوعا من أنواع النجاسة قد احتوتها تلك الزينة فإنه حينئذ لا يجوز أن تستعمل، كما مثلا في زيت الحشيش أو في غيره من النجاسات التي قد يستخدمها بعضهم للتزين. كذلك من ضوابط الزينة أن لا تبرز بهذه الزينة أمام الأجانب، لأن الشريعة قد أمرت المرأة بالتستر والصيانة، ومن ثم لا يجوز لها أن تبدي زينتها لغير محارمها ونسائها. قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كذلك أن لا تكون تلك الزينة محددة لعورة المرأة أو كاشفة لها، فإن الشريعة قد أمرت بستر العورات، وحينئذ كل أمر يكون محددا للعورة أو كاشفا لها فإنه يمنع منه. قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. كذلك من الشروط ألا تكون محتوية تلك الزينة على صورة منقوشة، فإن التصوير قد وردت النصوص بالنهي عنه والتحذير منه، وبيان أن الله جل وعلا يكلف المصور يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين أو أن ينفخ الروح في تلك الصورة ثم بعد ذلك لا يتمكن من مثل ذلك. كذلك من الشروط ألا يكون هناك تشبه بغير المسلمات، لأن الشريعة قد نهت عن تشبه المسلم بغير المسلمين، وقد جاء في الحديث في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم، فقال لا تفعلوا لا تتشبهوا باليهود والنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم، خالفوا اليهود والنصارى. فيه نصوص عديدة جاءت بها الشريعة. هذه هي ضوابط الزينة على جهة الإجمال. فكل زينة ينتفي عنها أحد هذه الضوابط السابقة فإنه يمنع منه ويحذر منه. من أمثلة هذا مثلا لو كان هناك كعب عالي، الكعب العالي يحتمل أن المرأة تسقط منه، خصوصا إذا كان دقيق الساق، ومثل هذا لا تأمن من السقوط منه في غالب أحوالها، فإنه حينئذ يكون فيه ضرر وبالتالي يمنع منه في الشرع. هكذا لو كان هناك نوع من أنواع الأصباغ اختص باستعماله غير المسلمات ولا يستعمله المسلمات، فإنه حينئذ يحذر منه لما ورد في الشريعة من النهي عن التشبه بغير المسلمات. وهكذا فيما يتعلق ببقية الضوابط السابقة. نعم الشيخ سعد، أنتم ذكرتم هذه الضوابط جزاكم الله خير، وهي فعلا ضابطة لموضوع زينة المرأة، وأشرتم إلى أنها على الإجمال. إذا أذنتم الشيخ أن نبين للمشاهد الكريم شيئا من التفصيل، نبين بعض الصور الجائزة في زينة المرأة بناء أو تمشي مع هذه الضوابط التي ذكرتمها. هذه الضوابط السابقة قد تكون في بعض الصور موجودة وفي نفس الصورة لكن بطريقة أخرى غير موجودة. مثال هذا مثلا الطيب. الطيب مما وردت الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب له استعمال الطيب، لكن هذه القاعدة العامة أن الطيب يجوز للمرأة استعماله، وهكذا فيما يتعلق بالرجل. وإن كان الغالب في الزمان الأول أن تكون أطياب النساء بالألوان وأطياب الرجال بالروائح، لكنه كل من الأمرين يستعمل عند الجنسين في ذلك العهد.
ولكن لو قدر أن المرأة تستعمل هذا الطيب الذي له رائحة عند خروجها أو عند وجود الأجانب فإنه حينئذ تمنع منه. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تعطرت ليجد ريحها الرجال يعني الأجانب فهي زانية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه أبو داود في سننه. فحينئذ لما ترتب على وجود هذا الطيب أنه أن يشمه الرجال الأجانب منعت المرأة منه. هكذا مثلا أيضا فيما يتعلق بالحنة والخضاب سواء كان في اليد أو في الرجل أو نحو ذلك، فهذا قد ورد في عدد من الأحاديث أن عددا من الصحابيات في عهد النبوة استعملنه، فهذا من الصور التي جاءت الشريعة بجوازها لانطباق الضوابط فيها، لكن بشرط ألا يكون ذلك الحين مما يظهر أمام الرجال الأجانب. هكذا أيضا فيما يتعلق بالكحل فإن الشريعة قد جاءت بإجازته بالنسبة للنساء، فكون المرأة المحادة تمنع منه هذا دليل على أن غير المحادة يجوز لها استعماله. أيضا فيما يتعلق بالحلي سواء كان على يدها وصدرها أو غير ذلك، قال جل وعلا ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا قاله جل وعلا في وصف النساء، فهذا يدل على أن الأصل فيه الجواز والإباحة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عددا من الصحابيات على استخدام الحلي. وهنا مسألة متعلقة بالحلي فيما يتعلق بحال الإحرام، هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحلي أو لا تستعمله؟ جمهور فقهاء الشريعة يرون جواز استعمال المرأة له، والمالكية يمنعونها منه، قالوا لأنها محيطة بالجسد والمحرم ممنوع من مثل ذلك، ولعلنا تطرقنا له في لقاءات سابقة متعلقة بالحج. أيضا فيما يتعلق بالامتشاط، فكون المرأة تمتشط هذا أيضا مما جاءت به الشريعة، كما قال في المرأة التي غاب عنها زوجها قال تمتشط الشعثة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بإزالة الشعر من الجسد من المناطق التي لا يرغب من وجود الجسد منها، مثاله ما كان حول القبل أو ما كان في الإبط. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، وذكر منها الاستحداد ونتف الإبط. وكذلك أيضا مما عده كذلك قضية الختان، أيضا مما جاء يعني هناك صور عديدة لا يمكن أن نحصرها في مثل هذا اللقاء، لكن القاعدة العامة والأصل العام جواز الزينة متى كانت منضبطة بالضوابط الشرعية المتقدمة. من المسائل الشيخ الكبيرة والتي كثر فيها الخلاف هو مسألة حجاب المرأة، البعض يرى أن كشف الوجه يعني تكون قد أتت بالحجاب الشرعي، والرأي الآخر أنها لابد أن تغطي وجهها، فإذا بينت لو تكرمت الشيخ أنه بين الحكم الشرعي لتغطية وجه المرأة. نعم، بالنسبة لحجاب المرأة المسلمة محل إجماع بين علماء الأمة من عصر النبوة إلى عصرنا الحاضر، بحيث يجب على المرأة أن تغطي صدرها وأن تغطي كتفيها وأن تغطي عضديها وأن تغطي ساعديها وأن تغطي ساقيها وأن تغطي رقبتها وأن تغطي شعر رأسها، هذا محل إجماع بين علماء الأمة من عصر النبوة إلى عصر الحاضر، أنه متى كان عند المرأة أجانب وجب عليها تغطية هذه الأمور بلا إشكال ولا خلاف بينهم. يبقى فيما يتعلق بالوجه والكفين، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها؟ نقول لا بد من تحرير محل النزاع، إن كان هناك مخافة عليها أو كان هناك سيترتب من ظهورها فتنة أو كانت ذلك الوجه محل متزينا وقد ظهرت عليه الأصباغ ونحو ذلك، فحينئذ أيضا يمنع منه باتفاق أهل العلم. يبقى إذا لم يكن ذلك الوجه فيه أصباغ وفيه، فحينئذ جمهور أهل العلم يرون أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وهذا قد صرح به طوائف من علماء المذاهب قاطبة، فممن صرح به مثلا من فقهاء الحنفية
أبو بكر الجصاص، وممن صرح به أيضا منهم صاحب الدر المختار. نعم. بل في صاحب الدر المختار يقول بأن للولي بأن للزوج أن يعزر زوجته متى كشفت وجهها للأجانب، وكثير من فقهاء الحنفية يقول بمثل ذلك. نعم. وأيضا من فقهاء المالكية ممن صرح به ابن العربي وجماعات أيضا، كذلك من فقهاء الشافعية، هو مذهب الشافعية، يرون أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وبذلك صرح ابن رسلان وصرح النووي وصرح الغزالي وغيرهم من علماء المذهب الشافعي. كذلك علماء الحنابلة صرح طوائف كثيرة من متقدميهم ومتأخريهم بوجوب تغطية المرأة لوجهها عند وجود الرجال الأجانب. مذهب الجمهور يستدلون بالعديد من النصوص، منها قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار يكون على الرأس والجيب في أعلى الصدر، فأمرها بضرب الخمار الذي من على الرأس إلى أن يصل إلى الجيب، وهذا يدل على أنه يستر ما بينهما. ويدل عليه قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فدل ذلك على تحريم إظهار المرأة لزينتها. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلما نهاها عن ضرب الرجل الذي فيه الخدخال لئلا تظهر الزينة، دل ذلك على أنه كل زينة تؤمر المرأة بإخفائها عن الأجانب. ويدل على ذلك قوله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم علل ذلك بقوله ذلكم أطهر لقلوبهن لقلوبكم وقلوبهن، فدل ذلك على أن هذه العلة وهي الطهارة علة للجميع سواء نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيرهن. ويدل عليه أيضا من السنة العديد من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للخاطب أن ينظر للمخطوبة، فدل ذلك على أنه لا يتمكن من رؤيتها قبل الخطبة، وإلا لم يكن لتلك الإباحة معنى. ويدل عليها أيضا ما ورد في أحاديث عديدة أنها قالت وكان ذلك قبل فرض الحجاب، وكان ذلك قبل إيجاب الحجاب، وكان ذلك قبل نزول الحجاب، تقوله عدد من نساء الصحابة في ذلك العهد. والنصوص يعني متكاثرة في الدالة على ذلك، متكاثرة في الكتاب والسنة. وقالوا ويدل على هذا أن نساء الأمة من عهد النبوة إلى عهد قريب كنا يلتزمنا بذلك، ولم تأتي قضية إبعاد حجاب الوجه إلا من مدد قصيرة من قرابة 100 سنة ونحوها. والقول الثاني بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال الأجانب ما لم تكن هناك فتنة أو يخشى على المرأة أن يقع عليها شيء من المكروه. وهذا قال به أكثر فقهاء الحنفية، وهو أحد القولين عند فقهاء المالكية. ويستدلون عليه بعدد من الأدلة، من أبرز هذه الأدلة أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وإلى كفيه. وهذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه، ولكن الحديث فيه عدد من العلل، فهو من رواية راوي يقال له سعيد بن بشير وقد تكلم فيه، ثم هو من رواية خالد بن دريك عن عائشة وهو لم يدركها فيكون الحديث منقطعا، ومن ثم لا يقوى على معارضة الأدلة الأخرى التي تدل على خلاف مدلول هذا الحديث. فإذا تقرر هذا يظهر أن الراجح هو القول الأول لكثرة أدلته، ولأنه قول جمهور الأمة، ولأنه هو الذي سارت عليه الأمة في أغلب عصورها إلى عصرنا الحاضر. جميل دكتور.